يوم امدح اسم ما توفيها الأوزان ابن تقي مدهن يليق بمقامه عمر ابو خضير كريم ولهشان هو محزم اللي جاه فاقد حزامه الايام مدحت امدحك يا مرجح الميزان بختار نقاف تجمل معانيه وانا بمدح راع الطيب والمرجل فخران بهديك صيدة زاهية تنقوى فيها رق الغالي عمر كل علي وله لشان منزلة بين العرب نفتخر فيها كريم عظيم وراعي من خوفة وحسان شمخك يا ابو خضير ولا احد يساويها ليا جيت للطيبة ما في بطيبة انسان واذا نادت الفزعة بثواني ينبيها واذا قلت له شامخ تلاقيه عالبان ونهذك طيب فالبلاد ونواحيها ابو خضير اللي له معزة بكل مكان رعا طيبة وجود ونفاق باقيها كل جديد وحصي خلي فخر ذكر طاريها وتحيات معزة للمطاليق والشجعان سرغايا رجال الطيب يا حي طاريها وابوك خضير يا عساه جنة الرحمن ابو فهد يجعل الجنان يهتني فيها عسى يحفظك رب الخلايق عظيم الشان يا حر مواقف الشرف انت راعيها الايام مدحت امدحك يا مرجح الميزان اختار نقاف تجمل معانيه وانا بمدح راع الطيب والمرجل فخران بهديك صيدة زاهية تنقوى فيها رق الغالي عمر كل علي وله نشان منزلة بين العرب نفتخر فيها كريم عظيم وراعي من خوفة وحسام شمخك يا ابو خضير ولا احد يساويها ليا جيت للطيبة ما في بطيبة طيبه وجود ونخوه وباقيها هذا الساند عمر راعي الطيب والعرفان سنين الرجال اللي تنوم اسم باديها ابو خضير كل من نخام حزم مليان وابو خضير اللي كل عليا يعديها سنين الرجال اللي بوقفاتهم شجع الرجال اللي اشتدت بجنبك تلاقيها يا ابو خضير افخر وانت عنوان يا نسر الشيوخ اللي فخر ذكر طاريها تحيات معزة للمطاليق والشجعان سرغايا رجال الطيب يا حي طاريها وابوك خضير يا عساه بجنة الرحمن ابو فهد يجعل الجنان يهتني فيها عسى يحفظك رب الخلايق عظيم الشان يا حر مواقف الشرف انت